نورين أبو سعدة بتقول حصلت على دورين في فيلم ومسلسل بسبب بصباصة. تحدثت المغنية الصاعدة نورين أبو سعدة عن أغنيتها المنتشرة بقول لك إيه الشهيرة بكلمتها بصاصة. وكشفت نورين أبو سعدة أثناء ظهورها في برنامج صاحبات السعادة إن الأغنية ساهمت في صعودها في بداية مسيرتها الفنية قبل 3 سنين، وحصلت بسببها على العديد من المتابعين وأول دور سينمائي ليها. وقالت ابتدت الناس تشوفني ويحبوني ويعملوا لي فولو، والأستاذة أيتن أمين اكتشفتني من الأغنية دي، مع أنها قبل ما تنتشر وكلمتني وعلشان نشتغل مع بعض في فيلم آل الشنب، والأغنية انتشرت بعد ما الفيلم اتعرض في مهرجان الجونة أصلا. وقالت بعد الأغنية الحمد لله حياتي اختلفت تماما، وبقى بيجيلي شغل كتير، وكمان جالي دورين في مسلسل وفيلم. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.